الصيام الطبي بالماء ولا الجون ايدريك، وايضا فيه انشطه اخرى مثل اليوغا مثل لي ماساج. عندهم عده انشطه ما شاء الله. مازال غادي نخلي لكم لاباج ديالهم ديال انستغرام، وغادي نخلي لكم الموقع ديالهم. السلام عليكم ورحمه الله اخوتي واخواتاتي، في حلقه جديده. كنتمنى هذه الحلقه تلقاكم بافضل الاحوال وبخير وعلى خير ان شاء الله. والله يشافينا ويشافيكم، والله يعافينا ويعافيكم، والله يرفع علينا هذا البلاء في القريب العاجل، والله يشافي جميع المرضى، والله يرحم موتانا والموتى ديالكم كاملين ان شاء الله. وتحيه طيبه وخالصه لكم كاملين متابعينا في المغرب في الجزائر في تونس في جميع بقاع العالم. كنبلغ لكم تحيه وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم زوينين، وعلى السؤال وعلى الدعاء وعلى التشجيع ديالكم الدائم. شكرا من قبل خالص. وانا جيت سعيده للناس اللي تعرفوا على المركز تاع لوزونوثيرابي اللي كاين في مدينه الدار البيضاء في حي ليمون، واللي مشاو لتما وكاين اللي تلاقيتهم في المركز وبداو في الحصص تاع لوزونوثيرابي. نتمنى ان شاء الله لوزونوثيرابي تنفعكم بزاف كيف ما كتنفعني انا الحمد لله، واللي مخلياني الحمد لله كنحس براسي افضل من بعد العمليه. شكرا لكم بزاف. وما تنساوش الناس اللي مازال جداد في القناه، لعجبكم المحتوى ديروا جيم فضل الله امرا وضغطوا على الجرس وتابوناو في القناه باش يوصلكم جديد اعمال ديالي. ودائما شاركوا معنا القصص ديالكم وشاركوا معنا التعاليق ديالكم الجميله والادعيه ديالكم اللي كتفرحني. شكرا بزاف، ما نطولش عليكم وندوزو للحلقه ديالنا ان شاء الله اللي هي اليوم غادي نتكلموا فيها على المركز، اول مركز كاين في المغرب اللي قرابة مدينة صفرو اللي هو في النواحي حدا مدينة صفرو تاع العلاج بالطبيعي لا ناتيروباتي، وفيه الصيام الطبي بالماء ولا الجون ايدريك، وايضا فيه انشطة اخرى مثل اليوغا مثل لي ماساج. عندهم عدة انشطة ما شاء الله. مازال غادي نخلي لكم لاباج ديالهم ديال انستغرام، وغادي نخلي لكم الموقع ديالهم اللي هو لو سيت اللي كتدخلوا ليه كتلقاو واحد لو كيستيونير اللي هو يا كتجاوبوا عليه، من خلاله كيعرفوا واش نتوما ممكن انكم ديروا الصيام بالماء ولا غير ممكن، لان من خلال داك لو كيستيونير غادي يعرفوا بزاف ديال الحوايج عليكم، ومن ثم غادي يقروا واش يقدروا يشدوكم. بالنسبه للصيام الطبي بالماء غادي يبدا هذا الاسبوع في المركز في هذا المركز اللي هو كيتسمى تيغ دو تراس. هذا المركز تيغ دو تراس غادي يديروا ابتداء من نهار السبت غيديروا اسبوع تاع الصيام، واللي غادي يكون معكم فيه الناس اللي هما مختصين، حتى الناس اللي بغاو مثلا يطلعوا تما باش يفوجوا. كاينين دي شومبر، كاين ان اوتيل اللي هو وسط الطبيعه، مناخ صحي، واحد المكان اللي هو رائع. الصيام الطبي كيف قلت لكم غيبدا لمده اسبوع. الناس اللي باغين يشاركوا فيه يتصلوا بهم، غنخلي لكم الارقام، يقدر يجاوبكم مسيو المهدي، مسيو عفوا محمد الهادي هو اللي غيجاوبكم، وغادي يقدر يعني يعطيكم ديك الساعات تمن ديال 7 ايام تحت الصيام بالماء في المركز عندهم. وبالنسبه للصيام بالماء في المركز غادي يكون معاه ايضا حوايج اخرى، مثلا واحد النشاط اللي هو ماساج اللي بغا، وايضا ديال لا مارش اللي هو رياضه المشي صباحا، وهذه كيبقى قال لك اختياري بالنسبه للناس واش قادرين عليها ولا لا، ولا ما بغينش يديروها. هذاك الشيء كيبقى الاختيار ديال كل شخص غادي يمشي يدير هذا الصيام بالماء. على فكره الصيام بالماء راه ماشي ضروره تكون مريض باحد الامراض المزمنه باش تقدر ديرو، وانما هو كينفع بزاف ديال الناس، وكاين بعض الناس اللي هما غير مسموح لهم به، منهم الناس اللي مرضين بالسكر، ومنهم الناس اللي هما تيديروا لا شيميوثيرابي الحاله ديالهم اللي شويه قاصحه، ومنهم ايضا الناس اللي عندهم اون ميتاستاز
يعني اللي عندهم السرطان معمم، يعني انتشر، هادو ما يقدروش يستافدوا من هاد النوع ديال الصيام وما يقدروش يشدوهم. كيف قلت لكم، صيام طبي لمده اسبوع ابتداء من هاد السبت هذا غادي يبدا واحد الاسبوع، وذلك بعد الولوج الى الموقع والاجابه على الاسئله. وهذا الموقع ملي كتدخلوا ليه كتلقاو واحد لونغلي اللي سميتو بيانات، كتوركو على ديك بيانات هي فين كتدخلوا تجاوبوا على دوك الاسئله. وكيف قلت لكم شكون هما الناس، حددت لكم اللي ما يقدروش يديروا. والصيام بالماء مع المشي صباحا كيف قلت لكم حسب الرغبه، والماساج، والاستفاده ايضا من لي كونسلطاسيون، يعني تقدروا تشوفوا الناس مختصين في العلاج الطبيعي واللي هما غادي يديروا لكم واحد لا كونسلطاسيون، غادي يديروا لكم كونترول كتخلصوهم وكيعطيكم واحد النمط ديال التغذيه وكل شيء. ايضا كاين لو ديتوكس، كاين الاستفاده من برنامج ديال الديتوكس، كتمشيو تما تيشوفوا على حسب عصائر ولا شنو كيتبعوهم ليكم تحت الاشراف ديالهم، كتبقاو في ذاك المكان. وكاين ايضا حصص اليوغا والاتمينه كتبقى على حسب الانشطه وايضا على حسب الايام. اما بالنسبه للموقع ديالهم غادي نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف ولا نثبتوا لكم في التعليق. مهم كاين الموقع terredetrace.com/fr/ ولا لوكاليزاسيون ديالتو، مهم هو بهذا الايكولوج تاغ دو تراس، راه بقرب مدينه صفرو كيف ما سبق ليا ذكرت لكم. وهادو كانوا المعلومات اللي خديتهم البارح من بعد ما اتصلت عبر الهاتف بالاستاذ او السيد محمد الهادي، وهو اللي عطاني هاد المعلومات. وان شاء الله غادي نعاود نحط لكم دي فوتو، يعني فاش كنت كنهضر دابا غادي يكونوا طلعوا لكم لي فوتو. وايضا بالنسبه للناس اللي كيسولوني على المكملات، اللي هم متابعين جدد وعاودوا سولوني على المكملات، غادي نعاود بعجاله نوريكم المكملات دابا في المباشر. وايضا غادي ناخذ لكم واحد الصوره ونعاود نوضعها لكم ان شاء الله هنايا باش تشوفوا. هذا هو المكمل اللي كناخذوه على حساب فقر الدم، اللي هو سميتو ايرون جنتل، اللي فيه 90 حبه، فيه 25 ميلي غرام، كتخاد حبه واحده في اليوم. وهذا راه مكمل غذائي للناس النباتيين، واللي هو جيد جدا لانه ما فيش دوك الاعراض الجانبيه اللي كتكون في غالب الادويه اللي تناخذوهم تاع فقر الدم، اللي تيسبوا لنا اما الكونستيباسيون، يعني كتقصح لنا الكرش ديالنا، ولا تيديروا لنا اسهال، هذا خفيف على المعده ما كيديرش هاد الاعراض. هو حاجه واحده اعزكم الله، كيكون تغيير في اللون تاع البراز. هذا بالنسبه ليه. بالنسبه للبروبوليس، انايا عندي جوج ديال انواع ديال البروبوليس، عندي هاد لو بروبوليس فيغ، وهذا بالنسبه للناس اللي تيعيشوا في فرنسا في بلجيكا في هاد الاماكن، هذا موجود عندكم، تقدروا تاخذوه غير من لا فارماسي، ما غتلقاوش في الموقع تاع جوميا حيت بحال التعريف الموقع جوميا. اللي غتلقاوه في الموقع تاع جوميا هو اللي تيجيني من كندا، وحتى الناس اللي كيكومونديو من امازون ولا ايباي يقدروا يلقاو فيها. هو هاد البروبوليس هذا ديال شركه ناتورال فاكتورز، هذا هو اللي كنت كناخذ في الغالب ومزيان، يعني كنلقى المناعه ديالي الحمد لله. وعندنا لا فيتامين سي، انا خديت انواع ديال لا فيتامين سي، باقي عندي بعض القراعي ني من بعد ما كيتقاضى، وكتقول لي الاخت ديالي وريني شي قرعه من هذوك اللي شريت لك باش تلقاهم، دونك كنبقى محتفظه على القرعه. بحال هاد لا فيتامين سي هذه، وكل شيء كل شيء المكملات اللي انا تناخذهم كيكونوا خصوصا للناس النباتيين، يعني ما غاديش تلقاو فيهم اي مكون حيواني، وما تلقاوش فيهم لي تراس لا ديال الصوجا لا ديال الحليب لا ديال البيض لا ديال لي زويت لا ديال الحوت، يعني امنين وتقدروا تاخذوهم بخاطركم، وهم السون غلوتين
هو كاتبين لك غلوتين فري، هذا فيتامين سي تكون فيه ان غرام كتكون فيه 300 حبه. هاد العلبه هذه كناخذو، انا كناخد جوج ديال الكبسولات يوميا، يعني 2000 غرام. ما عدا ملي كنمشي للاوزونوثيرابي فاش كندير الحصه تاعت الاوزون، كي يحقني الدكتور ب 15 غرام دفعه واحده. غتقول لي بزاف؟ ماشي بزاف، لانه العلاج بالفيتامين سي راه كيوصل حتى ل 30 غرام دفعه واحده في اليوم. فيتامين سي عندي هاد الماركه حتى هي، كتشوفوا فيها قربات سالي لي، غتكمل شهر واقيلا باقي ليا ولا شهرين وغنكملها. كناخذ منها، يعني كنوريكم الانواع تاع لي فيتامين سي اللي مزيانين، ماركات مزيانين. وعندنا شركه ناتورال فاكتورز، هذه كتلقاوها في جوميا. انا فاش كانت قاده ليا وكانوا سادين الحدود كومونديتو من جوميا وجابوه ليا. ودائما خذوا لي فيتامين سي اسكوربيك، هذا بالنسبه للفيتامين سي. بالنسبه للاوميغا 3، الاوميغا 3 كان عندي على شكل سائل، يعني كيتشرب ما دخكيريسي. وعندي اللي على شكل كبسولات اللي هو ديال هاد لا مارك. هادي هاد لا مارك كنت لقيت على ما اظن في جوميا اللي هو سائل، اما اللي على شكل كبسولات ما لقيتوش فيها، ولكن كاين في ناتورال فاكتورز عندهم، كاين عندهم. عندي هذا وعندي الاوميغا 3 هذا، حتى هو فايت شربته. هاد الشركه سميتها كيركلاند، هاد كيركلاند غادي تقدروا تلقاوها في جوميا الا دخلتوا قلبتوا عليها. وكي قلت لكم مازال غناخذ لكم صوره ونحطها لكم باش توقفوا الفيديو وتشوفوا الصوره على خاطركم ولا تسكرينيوها. عندي فيتامين كا2، عندي فيتامين كا2، ها هو حتى هو ديال شركه ناتورال فاكتورز. بالنسبه للكا2، بما ان الحبه فيها 100 ميكروغرام كناخذ جوج حبات، ما كتكفاش حبه واحده، يعني هتناخذ 200 ميكروغرام في اليوم. حاليا انا متوقفه على الاخذ ديالو، ماشي بحاشو حاليا، ولكن من بعد غادي نعاود ناخذه. وعندنا شوكه الجمل، ولا اللي كنقولوا لها حنا في المغرب شوكه حمار، اللي هي هذه. عندي هاد جوج ماركات، هذه حتى هي ديال شركه ناتورال فاكتورز. حنا ما كنديروش اشهار غير باش نتوما ملي تدخلوا تقلبوا تلقاو، هذه غتلقاوها. هاد الشركه ديال ناتورال فاكتورز راه كيجيبوها كي قلت لكم في جوميا، وغادي تلقاوها ان شاء الله. وكاينه هذه، بالنسبه لهذه كتاخذوا جوج حبات في اليوم. نفس الشيء بالنسبه لهذه، حتى هي حتى هي دايرين لك، يعني لو فابريكون داير لك كبسولتين في اليوم. هادو كانوا المكملات اللي عندي دابا. لا فيتامين دي كومونديت على ديال شركه ناتورال فاكتورز، اللي هي على شكل اقراص، لانني ما لقيتش اللي هي سائله اللي موالفه ناخذها اللي كترسل لي الاخت ديالي، حاليا ما كايناش. لذا غادي ناخذ الاخرى ومن بعد نشوفوا واش عندها نفس ليفي ديال السائله. سائله ما شاء الله رائعه، وفاش كنت درت التحاليل شحال هذه كنت لقيت بان راه فيتامين دي طالعه عندي مزيان. حاليا ملي توقفت على الاخذ ديالها حيت ما كانتش عندي وما لقيتهاش، نزلات ليا بقات عند المعدل قد قد، يعني ما ناقصاش وما زايداش، غير هي ملي كتكون زايده واحد، يعني تقريبا كانت زايده بكثر من النص عندي تبارك الله، كنت كنحس براسي مزيان. هادشي اللي كاين، وسمحوا لي الا طولت عليكم، غير بغيت باش الاخوات كاملين اللي كيعاودوا يسولوا نوريهم كل شيء قدامهم. تهلاو ليا في راسكم، وان شاء الله نتلاقاو في حلقات اخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.